وللمزيد حول مجابهة التجاوزات ومحاربة الفساد في العراق وتخادم الأحزاب للتغطية على المتنفذين مع اقتراب موعد الانتخابات المنتظرة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. حياكم الله سيد عبد القادر. على الرغم من الفواجع المتكررة بين وقت وآخر في العراق والتي مردها كما يقول كثير من المتابعين إلى الفساد، لا تزال الأحزاب تتخادم في التغطية على تلك الفواجع وكأن لها مصلحة مشتركة في عدم الكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم. بدءا، العقيدة الطائفية هي أساس العملية السياسية الحالية، وبالتالي تقاسم نفوذ الأحزاب مبني على المصالح المشتركة ما بين هذه الأحزاب، والذي يدير دفة كل الفساد في الحكومة وفي مؤسساتها هي هذه الأحزاب التي استولت على جميع المؤسسات. لذلك فإن عملية التخادم في إدراج وفي حماية الفاسدين هي أساس وعمود فقري لاستمرار هذه الأحزاب، لأنها لا يمكن أن تفضح نفسها وبالتالي تغطية على هؤلاء الفاسدين، لأنها هي من وضعتهم من أجل سرقة المال العام وسرقة كل مكتسبات الشعب العراقي لصالح هذه الأحزاب. لذلك عملية التخادم تأتي بعملية طبيعية ما بين هذه الأحزاب، لأنهم حقيقة يتواجدون عليها، وبالتالي لا منجز لديهم في لا في الإعمار ولا في عملية بناء سيادة الدولة ولا في أي ملف من الملفات، سوى أنهم بارعون في عملية الفساد وسرقة المال العام. فبالتالي لولا التغطيات فيما بينهم، حتى عملية التسقيط السياسي والحزبي فيما بينهم هو فقط مجرد إعلام، وإلا على أرض الواقع لا يمكن ولم يتم الحكم على فاسد من فاسدي الأحزاب السياسية. نعم، هناك من يرى أن العشوائيات من الملفات الكبرى للفساد في العراق التي تعكس ضعف الدولة وضعف الأجهزة الأمنية في مواجهة ومعالجة هذا الملف واختراق مافيات الفساد التي تقف وراءها. العشوائيات، الناظر إلى عملية توسعها في الآونة الأخيرة في العراق يجد أن عملية الأحزاب هي التي تقف وراءها والميليشيات المسلحة، والدليل على ذلك ما حدث في عملية رفع التجاوز في كربلاء. كانت هناك بناية وعمارة مبنية من أحد المقربين للمالكي وحزب الدعوة، وبالتالي إذا من يتجاوز على الأراضي الخاصة للدولة ويذهب باتجاه العشوائيات وبناء التجاوزات هي تلك الأحزاب، لأنه لا، المواطن الفقير لا يستطيع أن يذهب باتجاه هكذا قضية لأنه سيواجه الدولة، وبالتالي الذي يذهب إلى العشوائيات هو الدولة نفسه وهو النظام السياسي الحالي بأحزابه، لأنه يستطيع مواجهته وأن هناك من يحميه. لذلك أجهزة أمن الدولة والدولة لا يمكن لها أن تذهب باتجاه إنهاء العشوائيات، وحتى عملية الصراع الحزبي على العشوائيات ليس لإنهاء العشوائيات، إنما للاستحواذ عليها والتنافس فيما بينهم لأخذ هذه الأراضي وبناء عقاراتهم عليها. وبالتالي هناك أيضا بعدا للتغيير الديمغرافي وإسكان يعني مناطق معينة وإسكان، ولا سيما في بغداد، لأن بغداد اليوم تقف على أعتاب أعلى منطقة فيها في العشوائيات. هناك أيضا عملية تغيير ديمغرافي متعلقة بهذه القضية، وإسكان من خارج المحافظة أناس جدد فيها. هل تتفق مع من يرى بأن السكوت على التجاوزات إنما هو أحد الأوراق الانتخابية التي تلعب بها الأحزاب؟ من المؤكد تماما أن السكوت على ورقة العشوائيات هي تنافس أو هي تغطية حزبية فيما بينهم، لأن هذه القضية تتعلق بأوراق انتخابية، ومن ثم حتى عملية بعض المهاترات التي نراها في طريقة العشوائيات أو تصعيد بعض الأحزاب على الأحزاب الأخرى هي تندرج أيضا ضمن التصفيات الانتخابية، ليس إلا وإلا على أرض الواقع فإن القانون لا يطبق، وبالتالي ما بعد الانتخابات ستعود الأمور فيما بينهم ويتقاسمون هذه القضية وتمضي الاستمرار في العشوائيات، لأنه لا يوجد هناك نهج دولة يمكن الاعتماد عليه في إنهاء العشوائيات وإنهاء هذا الملف الفساد الذي أرهق الشعب العراقي وأرهق العراقيين جميعا. ولذلك حقيقة ستبقى هذه المنظومة
متكاملة ومتواجدة، لأن منظومة الفساد وحمايتها هي منظومة العملية السياسية الحالية وأحزابها الفاسدة. ولا سيما أن استخدام الفساد أو محاربة الفساد والتجاوزات ومنها العشوائيات تستخدم كورقة لإظهار محاربة الفساد ومحاولة أن تنطلي على المواطن العراقي الذي لا يسمع ولا يرى محاربة حقيقية للتجاوزات إلا في المواسم الانتخابية. في المواسم الانتخابية فقط كما تفضلتم، وفقط على مواقع السوشيال ميديا والإعلام. نعم. أما على أرض الواقع لا يوجد تطبيق، يعني هل هناك إنجاز في رفع التجاوزات والعشوائيات؟ لا يوجد، القضية صفر إلى الآن، وهي في طريقها إلى التوسع ولا زالت تتوسع. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار من هم أصحاب العشوائيات، تجد أن أصحاب العشوائيات ينتمون إلى أحزاب سياسية بطريقة واضحة وأسماءهم واضحة. لذلك على أرض الواقع حتى يتم تصديق حتى الدعاية الانتخابية لا وجود لها، لأن الشعب العراقي يعلم عندما يتم هناك تصريحات على أنه في المنطقة الفلانية أو المحافظة الفلانية هناك عشوائيات، وبالتالي الحكومة تريد رفع هذه العشوائيات. على أرض الواقع لم ترفع عشوائيات، وحتى عملية التهديم هي انتقلت من الميليشيا الفلانية أو الحزب الفلاني. يعني على سبيل المثال في كربلاء انتقلت الأراضي التي بنيت عليها عشوائيات حزب الدعوة إلى سرايا السلام وإلى سائرون وإلى التيار الصدري. هكذا التوازن يجري، يعني لا توجد هناك قانون ينبسط على الأرض لمصادرة العشوائيات وإرجاع الأراضي إلى ملك الدولة أو ملك الشعب أو ملك البلدية التي تديرها. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.